أيها الأخوة الأعزاء، أياما نمشي وأشهرا نمشي وأعواما نمشي، مؤمنين بالحوار، مؤمنين بالحوار والنضال المشترك. لماذا نحن مؤمنين بالحوار؟ مؤمنون بالحوار من أجل أن نحقق أهدافنا، من أجل النضال المشترك، من أجل أن نحقق أهدافنا. أياما نمشي أيها الإخوة والأخوات، أيها المناضلون والمناضلات، سنين وأعوام نمشي من أجل التحدي ومن أجل الكرامة ومن أجل الحق في الحياة، سنين ونحن نعلن كقطاع مضامين وشعارات شبه منسوخة. Right.